ندعوكم للانضمام إلى قناة إلهام شانيل عبر الضغط على زر الاشتراك الأحمر، وإذا أردتم التوصل بجديد فيديوهاتنا فور نزولها اضغطوا على الجرس، ولا تنسوا دعمنا باللايك إذا أعجبكم الفيديو، وأيضا شير إذا أردتم إفادة غيركم، وشكرا لكم. السلام عليكم ومرحبا بكم مره اخرى في القناه ديالي دائما الهم شانيل. جيسبر ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا فرحانين، تكونوا ناشطين، تكون الامور ديالكم مزيانه وفي تمام عند جميع السيدات وعند جميع الحبيبات الوفيات على القناه ديالي دائما الهم شانيل. دونك الفيديو ديال اليوم غادي تكون وصفه مختصه بيوم العيد. اكيد العيد ما بقى ليه والو، فعواشركم مباركه على جميع السيدات وعلى جميع الحبيبات الغاليات على قلبي. اكيد دونك كما قلت لكم وصفات اليوم غتكون العواشر ولا العيد، وغتعملوها قبل ليله بالعيد باش تحصلوا ان شاء الله في الصباح لواحد البشره اللي هي فيها اشراقه، فيها حيويه وكلها لمعان اكيد بواسطه هذه الوصفه السحريه بامتياز اللي سهله مهله منزليه فيها غير جوج ديال المكونات. انا اكيد دائما كنحاول الماكسيموم ديالي انني نمشي لكم لي غوسيت هكذا اللي كيكونوا ساهلين ومهلين واللي تعملوهم، وخصوصا العواشر ما بقى ليها والو كما سبق لي وذكرت في بدايه الفيديو. فما تنسوش الى عجبتكم هذه الوصفه تعملوا لها شير ولا بارطاج ولا تشاركوها مع الزملاء والصديقات ديالكم في لي جروب واتساب او في لي جروب فيسبوك باش تعمل فائده للجميع. وقبل ما نمشيو للمكونات ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال، ما تنسوناش باللايك اشتراككم في القناه وتضغطوا على زر الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخليوا لنا اسفل هذا الفيديو تعليقاتكم اقتراحاتكم استفساراتكم والاسئله ديالكم اللي دائما كتهمنا وكتهم القناه. وايضا ما تنسوناش بالنتيجة أو النتائج ديالكم، يعني تاني أهم شيء هو النتائج ديالكم، يعني بعد تجربتكم لأي وصفة طبيعية مقدمة لكم دائما من طرف القناة ديالي إلهام شانيل ملي تجربوها بعد مرور واحد الأسبوع أو أسبوعين من الوقت أو من الزمن، خليو لينا كيفاش جاتكم الوصفة، واش عجبتكم ولا ما عجبتكمش، هوسي واش تواتات معكم ولا ما تواتاتش معكم. إلا عندكم هكذا دي غوسيط ديال العيد كتعملوهم في المناسبات ماشي غير بالضبط العيد وإنما في الأعراس في الاحتفالات ديالكم، فخليوهم لينا في أسفل هذا الفيديو وانا بدوري شخصيا نجربها، والا عجبتني اكيد نجي نبارطاجيها معكم اولا نعمل ليها شير مع الصديقات والحبيبات ديولي اللي موجودين في القناه. فعلى بركه الله الان نمشيو باش نتعرفوا على مكونات هذه الوصفه ثم طريقه التحضير ثم طريقه الاستعمال اكيد كيف ما معوداكم في جميع فيديوهاتي. فاول مكون غادي نحتاجوا ليه اللي هو عصير طماطم او عصير مطيشه. دونك هنا خديت 3 ديال الحبات ديال المطيشه حاولت نعصرهم وخرجوا ليا هذا الكونتيتي هذه اللي تقريبا ربع زلافه ما عمرش، يعني الاناء ديالي كما كتشاهدوا ما عمرش مزيان. نتوما الا بغيتوا تعملوا اكثر فما عليكم الا تاخذوا 5 ديال المطيشات ولا 4، يعني على حسب دائما الاختيار كيبقى راجع لكم. الا كنتو غير فرد واحد او شخص واحد، يعني سيده واحده اللي غتستعمل هذه الوصفه، فحاولوا تعملوا غير جوج ديال الطماطم ولا غير مطيشه واحده فهي كافيه. دونك كما قلت لكم هنا خديت تقريبا 3 ديال الطماطم وعصرتهم. بالنسبه لثاني مكون هو النشا او ما يسمى بالمايزينا. بالنسبه للمايزينا موجوده في المحلات التجاريه الكبرى بالنسبه للسيدات اللي ما عمرهم جربوها، لانه كاينين السيدات اللي ما عمرهم جربوا المايزينا في لي غوسيت الطبيعيين ولا في الوصفات الطبيعيين. فالمايزينا كاينه او متوفره بالاحرى في الاسواق والمحلات التجاريه سواء الصغرى او الكبرى، وكاينه بكثره، يعني دائما الشوا تيبقى لكم غير نتوما يعني شحال الكونتيتي اللي بغيتوا منها ما راها كاينه اكيد. وانا هنا خديت تقريبا 4 زلافه مع عمراش ديال النشا او ما يسمى بالمايزينا، وهادو هما جوج المكونات البنات اللي هما عصير الطماطم والمايزينا او النشا. بالنسبه للنشا فهو كيساعد البشره على التبييض، كيخلصها من الوقع الداكنه، واكيد طيله شهر رمضان مرينا كل سيده مرات يعني من ظروف قاسيه اكيد لا في الشقاء ولا في بزاف ديال الامور ولا التعب ايضا، فكيخلي البشره تعيش شويه وما تبانش في احسن حله يوم العيد. فهاد الغوسيط هذه فيها جوج ديال المكونات من ابسط المكونات المنزليه المتواجده في اي بيت وفي اي منزل، كما كنعرفوا على مطيشه ما كتخطاش اي بيت، وحتى النشا ام ما بالمايزينا فكنعملوه في الحلويات بحكم اكيد العواشر ما بقى ليها والو، فاغلبيه السيدات بداو كيعملوا الحلويات، فاكيد النشا موجود في البيت وحاضر وبقوه خصوصا في هذه الفتره هذه. فكما قلت لكم جوج ديال المكونات ساهلين وبساط، كنتمنى يعجبكم. وعلى بركه الله الان غنمشي لطريقه التحضير وطريقه الاستعمال، وغادي ناخذ عصير الطماطم ديالي ونحاول نصبو على المايزينا. كما غتشاهدوا راه كاينين بعض القطع ديال المطيشه
يعني الطريفات الصغار، لانه فاش كنت كنعصر يعني هبطوا لي في الاناء ديالي وخليتهم، يعني ماشي مشكل واخا يكونوا هكذا دي مورسو ديال المطيشه خليتهم انا شخصيا، ولكن نتوما لما بغيتوش تخليوهم هذاك الشيء دائما تيبقى ليكم. نحاول نخلطوا كل هذه المكونات، المايزينا او النشا مع عصير الطماطم، نحاولوا نخلطوا مزيان لانه النشا كيلصق دائما في قاع الاناء وما كيبغيش يزول بسهوله. خصنا نخلطوا مرارا وتكرارا. نحاول نقرب لكم اكثر، نحاولوا نخلطوا المكونات مزيان. غادي نحاول نصب داك الكونتيتي المتبقيه عندي من مطيشه ولا عصير الطماطم. كما تشوفوا الوصفه كتجي بهذا الشكل وفيها واحد النسمه ديال المطيشه رائعه جدا جدا جدا. نعاودوا نخلطوا مزيان. كما قلت لكم التحراك هو اهم شيء في الوصفات الطبيعيه، يعني ماشي غير في هذه الوصفه وانما في اي وصفه طبيعيه خصنا نخلطوا باش داك النشا ولا المايزينا ما يبقاش لاصق لينا في القعر ديال الاناء ويجينا يعني ماشي من السهل اننا نعملو. كما شفتوا هنا وليت كنخلط بكل سهوله لانه حاولت نحيدو من تحت الاناء هكذا، كنحرك مزيان وهكذا كيزول وكتولي عندي القضيه سهله مهله. كما كتشاهدوا في الفيديو فطريقه بسيطه كتخلينا الوصفه ناجحه 100% ونبانو في احسن حله يوم العيد ان شاء الله. فبعد ما كتصبح لينا الوصفه بهذا الشكل هذا اللي هو موضح في الفيديو كنطبقوها قبل ليله بالعيد، مثلا العيد غدا كنحاولوا نعملوها اليوم في الليل باش في الصباح نبانو يعني تعطينا النتيجه وتبان لينا في احسن حله ونبانو بديك البشره المزيته اللي كلها اشراقه وكلها حيويه. فكما قلت لكم مثلا الا كان العيد غدا فغنعملوها اليوم بالليل، نحاولوا نعملوها البشره الوجه ديالنا ونحاولوا نجلسوا بها على لابوت الوجه ديالنا لمده ديال 30 دقيقه اي نصف ساعه، ما نحاولوش نحيدوها فيت فيت باش المفعول ديالها يطلق على البشره مزيان والنتيجه تبان في احسن وفي ابهى حله اكيد. فكما قلت لكم الوقت ديالها كيبقى نصف ساعه 30 دقيقه. بعد ما تمر 30 دقيقه وتحسوا بالوصفه نشفات مزيان على لابوت الوجه ديالكم والمفعول ديال الوصفه دخل في لابو ودخل في الجلد ديال الوجه ديالنا، من بعد نوصلوا لبشره الوجه ديالنا غير بالماء الدافئ والصابون او الغسول او على حسب نتوما شنو كتعملوا لبشره الوجه ديالكم. كل سيده عارفه دائما على حسب النوعيه ديالها واش بشره جافه حساسه دهنيه او بشره عاديه اكيد. المهم هو نغسلوا بشره الوجه ديالنا، من وراها ناخذوا زيوت، ضروري ضروري ما نرطبوا البشره ديالنا خصوصا يعني الغد اللي غيكون العواشر ولا يوم العيد. ف يعني الوصفه اكيد غتعطي المفعول ديالها، ولكن حتى الدور ديال الزيوت والدور ديال الكريمات والمرطبات حتى هما كيزيدوا يعطونا نضاره واشراقه للبشره. فضروري ما نرطبوا البشره ديالنا من وراء اي وصفه طبيعيه. ومورا هاد الوصفه كنصحكم بالزيوت مثل زيت الزيتون، زيت ارغان، زيت اللوز الحلو ماشي المر، زيت شجره الشاي بالنسبه للسيدات اللي في سن المراهقه او الناس اللي كيعانوا من الحبوب سواء كانت في حب يعني حبوب شباب او حب شباب يعني في سن المراهقه او حتى في الحبوب اللي كتجي في سن 30 و 40.
40. فكنصحكم بزيت شجرة الشاي، ايضا هناك زيت الجزر، هناك زيوت كثيرة ومتعددة، دائما الاختيارات كيبقاو على حسبكم. ممكن تلجؤوا للكريمات كيف ما ممكن تلجؤوا للزيوت. والغد ليه ان شاء الله يوم العيد، يوم العواشر، غادي تبانوا ان شاء الله في ابهى واحسن حلة على ضمانتي. هاد الوصفة سحرية ومجربة مني شخصيا، كنعملها في المناسبات وفي الاعياد وفي الافراح اكيد. فكنتمنى تعجبكم، ما تنسوش تعملوا لها شير ولا بارطاج مع الصديقات والحبيبات ديالكم باش تعمل فائده للجميع وتبانوا ان شاء الله في احسن حله. وعواشركم مبروكه اكيد من هذا الفيديو، نغتنم الفرصه ونقولها لكم، الله يدخلوا عليكم بصحيحه ولهنا وباش ما تمنيتوا ان شاء الله، وبالافراح وبالاشياء الجميله لكل سيده ولكل حبيبه. كنشكركم على حسن المتابعه ديالكم لهذا الفيديو، ما تنساوناش باللايك، اشتراككم في القناه، ضغطوا على زر الجرس وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، جميع الروابط في صندوق الوصف. وانا نقول لكم نشوفكم ان شاء الله في لابروشين فيديو. خليت لكم الراحه ولهنا، وبسلامه عليكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله.